ازيكم؟ ويت يا جماعه، ويت انا متحمسه جدا. ازيكم؟ رمضان كريم. هنوري من فيديو بتاعنا هذا يكون عن مش عايزه اخرب المفاجاه. النهارده في مفاجاه تحفه جدا. يلا بينا يلا بينا يلا بينا يا جماعه. مفاجاه، انا وقعت كوم الطماطم كامله على الارض واتبهدلت. عشان ولا ايه يا جماعه؟ احنا هنعمل فيديو سريع جدا جدا جدا. احنا ان انا اليوم بتتحداني اصبغ شعري بالطماطم. غيرت صوتك كده طماطم بازك طيب فاكرين منتجات التجميل اللي هما يعني اللي احنا عملنا لها فيديو عليه؟ بروح اول ما تيجي اعمل لها منتجات التجميل علشان هي شعرها خلاص باظ. هي مش حد يجيبها ده علشان يا غسلة فرع روح انت لا يا انا حاسه بالحر. في حاجه بتيجي حاجه دي بدات تكتشف، فخلينا نخلع الاوضه شويه بس عشان لما تيجي. انا داخله الاوضه اللي بيخلي ريحة حلوة. طفيتي اخيرا. انت عملتي ايه؟ تبطلك شعر يا وزي يا حلوين. كده الفيديو خلاص. انا بعمل سبيد في تقريبا كل فيديوهاتي، مش فاهمة ليه، لكن عادي بدأت اموت في السبيد يعني في السبيد. وير سوري انا اسف. حاولك شعر كده.